في الحر الشديد لازم تحط للطيور خضروات وفواكه، لأن ديت بترطب جسم الطائر وبتساعده على مقاومة الحر. شوف احنا بنحط الخضروات ازاي. هنجيب مشبك ونحط فيه الخضار كده بنفس الطريقة ديت عشان الخضار يبقى متعلق في على القفص. هنعلق الخضار زي ما احنا هنشوف دلوقتي اهو. هنعلق الخضار من فوق عشان الخضار ما لا يقع وما يتمش تلويثه. وطبعا البغبغان نفسه بيحب او العصافير بتحب الايه الخضار يكون متعلق زي ما احنا شايفين كده. وبالطريقة ديت الخضار ده طبعا بيدي للايه بيدي للعصفور سعادة وبيرطب جسم الطائر.